ترى عدونا دائما وأبدا يقول هذه سامرة ويهودة وهؤلاء إرهابيون. لم يغيروا خطابهم، إذا غيروا غيرنا، وإذا لم يغيروا سنبقى نقول المقاومة المسلحة هي الطريق إلى فلسطين. إذا لم تكن هناك مبادرات سياسية وإنما يعطونا من طرف اللسان حلاوة ويرغون منا كما يروغ الثعلب، فنحن لا يمكن إلا أن نكون في هذا الطريق. توفي اليوم الخميس القيادي الفلسطيني فاروق القدومي المعروف باسم أبو اللطف، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وقالت عائلته إن أبو اللطف، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، توفي بعد رحلة طويلة مع المرض. وارتبط اسم فاروق القدومي الذي عرف بمعارضته لاتفاق أوسلو برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها في 1973. ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادي الكبير فاروق القدومي وقال: أنعى أخا وصديقا ورفيق درب في النضال والعمل الدؤوب من أجل فلسطين التي تفقد بغيابه واحدا من رجالاتها المخلصين المناضلين الأوفياء الذين قدموا الكثير لخدمة فلسطين وقضيتها وشعبها. كذلك نعت حركة فتح القدومي أحد القادة التاريخيين المؤسسين للحركة والثورة الفلسطينية المعاصرة. وقالت فتح: إنه برحيل المناضل أبو اللطف فقدت الحركة قامة وطنية كبيرة ومناضلا أمضى حياته مدافعا عن شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال. نحن لسنا جيش نظامي، نحن مناضلون، بمعنى آخر نحن لا نمتلك السيطرة الكاملة على المناضلين. وعندما يرى المناضل أن أباه أو أخاه أو بيته هدم، كيف أقنعه أن يقف عن القيام بأي عمل؟ إن من يضحي بنفسه هذا أغلى شيء ممكن أن يقدمه، لابد أن يكون هناك دافع أساسي لمثل هذا العمل.